لينا دعوة كان كريمة للانضمام للمبادرة، وكان جهد وكانت أهداف أو كانت الأهداف المعلنة تتماشى الحقيقة مع نظرتنا لتطوير ريادة الأعمال في تونس والاستثمار في تنمية القدرات البشرية. طبعا جدية الشركاء وجدية البرنامج المعروف خلينا ما نتردوش للانضمام، فقبلنا دعوة وكنا منضمين. ولكن كان فما تفكير في نوعية الإضافة اللي نجم تقدمها شركة مايكروسوفت. وعلى امتداد الأسابيع الأخيرة فكرة الـ ICT Innovation Hub اختناقا من التجربة اللي كانت عندنا في تونس في مركز التكنولوجي بالوزارة اللي هو مايكروسوفت Innovation Center، كانت فكرة شراكة بين مايكروسوفت والحكومة التونسية وبعض الوكالات الحكومية التونسية. وكان الهدف ذكرني سؤال سيباد الدين نتاع علاش كنا ناخذوا 10 شركات ناشئة كل سنة، وكان عندنا طموح أكبر حقيقة، العدد كان ما يلبيش الحاجيات حتى خريجي الميدان بالتحديد مدينة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وكان التفكير كيفاش نجمو ناخذوا التجربة هذه ونطوروها عبر شركاء عالميين. أول مرحلة كانت مع ستارت اب فاكتوري، لقينا جدية ولقينا حرفية في التعامل في ستارت اب فاكتوري، ضمنوا مبادرة أخرى كما شفت عندك سيدي الدين اللي هي سوق تنمية البنك الأفريقي للتنمية. فالسؤال المطروح كان مع شركائنا في ستارت اب فاكتوري، شنو الإضافة الجديدة اللي باش يقدمها الصندوق هذا؟ وعلاش اهتمامنا باش ننضم؟ وكانت فكرتين الحقيقه اللي حابين نضيفوهم. اولا مايكروسوفت في شهر فبراير في الماضي اعلن عن مبادره عالميه اسمها يوث سبارك، اللي هي حول اتاحه الفرص للشباب في التزام عالمي للوصول عفوا 300 مليون شاب. ف شفنا مع فريق العمل يوث سبارك كيف ندعم بصفة فعلية مبادرة في تونس. معاش لسه مازال ما لقيناش، ولكن نعتبروه الهاب هذا اللي هو الفكرة الأولى العملية اللي نجم ندعموها عبر الاستثمار في تنمية القدرات إلى آخره. الفكرة الثانية كانت من فريق آخر ومبادرة أخرى عملنا عليها على مستوى القارة الإفريقية، وكنا نبحث على تموقع جيد لتونس. وكان طبعا التفكير عادة يكون التعامل مع الأجهزة الحكومية للانتشار أكثر، لأنه إحنا نعتبر نفسنا داعمين للفكرة، مش مستفيدين، ما عملناش مشروع ولا تصور، ولكن جينا لإضافة جهد إضافي وتطويرها. فالفكرة الجزء الثاني يوتش كوين فور أفريكا، الهاب هذا نعتبر الإعلان على التفاصيل التقنية نتاع يوتش كوين في موفى شهر جوان هذا القادم، وين نعطيه تفاصيل عملية على شنو هو المركز هذا، شنو مكوناته، شنو الخدمات اللي قدمها بصفة محددة. وتفكيرنا كان كيفاش المركز هذا يكون عنده إشعاع على مستوى المنطقة وإشعاع عالمي. فمتشكرين للمجهود وننتظروا انضمام عدد أكبر من الشركاء، والله ولي التوفيق.